الحب هو من جاء بي إلى هنا، ومن أجل الحب حاربت الأعداء. إنه لمن دواعي سروري أن تستضيف محافظة أسوان المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته 30 تحت عنوان نحو مؤسسة فاعلة ثقافية. فأسوان تستقبلكم بترحاب بصفاء وسحر نيلها وخلود آثارها وأصالة تراثها الثقافي والفني، وأيضا ببشاشة أهلها الطيبين المحبين لزائريهم. كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بهذه الكوكبة العظيمة من الأدب من الأدباء والشعراء والنقاد الأجلاء الذين أسروا الحياة الثقافية ليس فقط على مستوى مصر، بل كانت لهم الإطلالة المتميزة عربيا وعالميا.